السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. طبق اليوم طبق آخر سهل وسريع ولا يستغرق وقتا في التحضير. طبق اليوم اللحم البقري المتبل بالصوص والفلفل والثوم على الطريقة التايلاندية. ولإعداد الطبق نحتاج إلى المكونات الآتية: أما اللحم فقد قطعته إلى شرائح رقيقة ليسهل نضجه وقرمشته. أضيف إلى شرائح اللحم البقري الملح، الفلفل الأسود، 3 فصوص ثوم مدقوق، كما أتبل اللحم بملعقة طعام من صويا الحلو وملعقة طعام من سيزن صوص ماجي وملعقة طعام من صويا المحار وملعقة طعام من صويا الفطر. أخلط لتتجانس المكونات معا وأتركه مدة 20 دقيقة. أحتاج إلى رأس ثوم كامل، أقشره وأدق فصوصه ثم أقليه في زيت نباتي حتى يتحمر وأرفعه جانبا. نفس المقلاة وفي نفس زيت قلي الثوم أبدأ بإنضاج شرائح اللحم البقري المتبل بالصوص والفلفل الأسود والثوم. أنتظر حتى ينضج شرائح اللحم وينشف ماء اللحم تماما. أستمر في تقليب اللحم في الزيت حتى يتحمر اللحم ويغمق لونه. ولإعطاء زيادة في اللون الغامق للحم ممكن إضافة ملعقة طعام من صويا صوص الحلو. فقد أحتاج إلى إضافة القليل من الزيت إلى شرائح اللحم حتى أحصل على زيادة في القرمشة. أستمر في تقليب اللحم في الزيت حتى أحصل على لحم مقرمش لكن غير محترق، واللون الغامق للحم كما ترون اكتسب من وضع صويا الصوص الحلو.
أضع اللحم المقرمش المقلي في صحن التقديم. ويزين برش الوجه بالثوم المقلي المقرمش مع أوراق الكزبرة الطازجة المفرومة. قدم طبق اللحم البقري المقرمش مع طبق الرز الأبيض إلى جانب طبق جانبي من الخضروات والسلطات. أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت، استمتعوا بالطبخ.